حقيقة أنا فخور بأنني أنتمي إلى شعب البحرين الذي لا يزال صامدا رغم مرور 1000 يوم على انطلاق الثورة البحرينية التي انطلقت في 14 فبراير. 1000 يوم ولا يزال شعب البحريني صامدا رغم دخول الدبابات الأجنبية إلى وطني البحرين لقمع الثورة التي خرجت من أجل العدالة والديمقراطية. 1000 يوم رغم القتل والتعذيب والسرقات والانتهاكات التي قامت بها مختلف الأجهزة الأمنية لقمع الثورة، ولا تزال الثورة مستمرة. 1000 يوم رغم الفصل والانتهاكات والملاحقات والاعتداءات في نقاط التفتيش، ولا تزال الثورة مستمرة. 1000 يوم ولا يزال شعب البحرين يطالب بحق تقرير المصير المكفول دوليا، ويطالب بالعدالة والديمقراطية، وأن تكون السلطة للشعب، وأن يكون الشعب هو مصدر السلطات، والكف عن سياسة التعيين والتمييز والإقصاء والتهميش. 1000 يوم ولا يزال الشعب البحريني مصرا على محاسبة المسؤولين على الانتهاكات والقتل والتعذيب، سواء في التسعينات أو الثمانينات أو ما بعد 2000، رغم حملات الترهيب والإرهاب التي يقوم بها النظام الحاكم في البحرين ضد المتظاهرين وضد المطالبين بالديمقراطية، لا يزال شعب البحرين صامدا رغم الملاحقات والانتهاكات والاختفاء القسري. والمسيد هسه لا يزال شعب البحرين صامدا رغم الاعتقالات التعسفية وكل الانتهاكات التي تمورس، لا يزال شعب البحرين صامدا. شعب البحرين دفع ثمنا باهظا من أجل العدالة والديمقراطية وحق تقرير المصير، فلن يتنازل عن حقوقه المكفولة أبدا، وسوف يواصل ويستمر في ثورته حتى أن يحقق كل المطالب التي خرج من أجلها ودفع ثمنا باهظا من أجلها. أيضا شعب البحرين سيعاهد الشهداء وأهالي الشهداء والمعتقلين وأهالي المعتقلين بأن يسيروا على نهج ما طالب به الشهداء وما يطالب به المعتقلين، وأن نستمر في ثورتنا حتى أن نحقق المطالب التي خرجنا من أجلها في 14 فبراير. أيضا نحن من جهتنا في مركز البحرين لحقوق الإنسان سنستمر في رصد الانتهاكات ميدانيا على الأرض، ونقوم بإيصالها إلى المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان، وأيضا إلى وسائل الإعلام وكل وسائل الإعلام. أيضا سنستمر في المرحلة الأخرى أو الثانية لما بعد حملة المطلوبين للعدالة، وهي المرحلة الأهم، وهي المسائلة القانونية والعمل القانوني الدولي لملاحقة هؤلاء المسؤولين عن الانتهاكات وفرض عقوبات عليهم وملاحقتهم على المستوى الدولي في المحاكم الدولية. هذا عهد نعاهده إلى أهالي الشهداء والضحايا، وسوف نستمر فيه حتى أن يتم محاسبة كل المسؤولين عن الجرائم في التسعينات والثمانينات وأيضا ما بعد 2000.